السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع آية وحكاية. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام ومصر والعالم الإسلامي بخير، وإن شاء الله يكون رمضان كله خير على المسلمين في كل مكان، وإن شاء الله تتحرر سوريا إن شاء الله في هذا الشهر الكريم المبارك، وإن شاء الله نحتفل مع إخواننا في سوريا بسقوط هذا الطاغية الذي سفك الدماء وفعل ما لم يفعله غيره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن ينجي إخواننا وأهلنا من أهل سوريا. اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة شهر رمضان الدنيا كلها بتتغير، والسماوات بيبقى فيها حالة طوارئ مع أول ليلة من ليالي رمضان. كما تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع بالذاكرة مع بعض في رمضان على قناة الناس. زمان خالص قدمنا لكم برنامج يوسف الأحلام، طبعا حضراتكم كلكم فاكرين يوسف الأحلام، والسنة اللي بعدها قدمنا لكم روائع القصص، وبعد روائع القصص قدمنا لحضراتكم برنامج كوكب تاني، وبعد كوكب تاني قدمنا لكم السنة اللي فاتت أظن أو اللي قبلها قدمنا برنامج روائع التابعين، وبنلتقي السنة دي مع برنامج آية وحكاية. آية وحكاية، عايزين نربط قلوبنا بالقرآن، عايزين نتعايش مع القرآن. وانت عارفين شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يعني كان بداية نزول القرآن كان في ليلة القدر. فالقرآن منهج حياة وسبب نجاة المسلم في الدنيا وفي الآخرة، فعشان كده قلنا هنتعايش مع القرآن من خلال برنامج آية وحكاية. وآية وحكاية هو بيتكلم عن أسباب النزول، وده كله هيبقى من كتاب اسمه، يعني كتاب عامله جديد اسمه أسباب النزول. أسباب النزول بتكلم فيه عن كل آية إيه سبب نزول الآية ديت، وهنتعايش مع الأسباب ديت بالترتيب. يعني نبدأ من سورة البقرة بقى وانت طالع، يعني كنت ممكن أنتقي آيات معينة لكن قلت نبدأ بالترتيب ونمشي مع بعض، ولعل وعسى ربنا ينفعنا وينفعكم يا رب العالمين بهذه الأسباب. فعايزين نتعايش قلبا وقالبا مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تعالوا نتعايش مع سبب نزول آية من سورة البقرة، وهي الآية رقم 144. قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ايه سبب نزول الآية ديت؟ سبب رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة صلى نحو بيت المقدس، يعني في روايتين، رواية بتقول 16 شهر ورواية بتقول 17 شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينظر الى السماء ويس يستحي أن يطلب من الله عز وجل أن يجعل قبلته الكعبة بدل البيت المقدس، لكن المولى عز وجل يطلع على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعلم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا:
فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء. فأمره الله عز وجل أن يتجه إلى الكعبة، فقال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال السفهاء من الناس، وهم اليهود هنا كما ورد في هذه الرواية، فقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد المولى عز وجل وقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان في واحد من الصحابة كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استدار النبي بأمر من المولى عز وجل استدار من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، فلما انتهى هذا الصحابي الجليل من الصلاة خلف النبي فإذا به عندما ذهب إلى بيته مر على قوم وهم يصلون وقد اتجهوا إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتوجه القوم نحو الكعبة وهم ركوع، وكان ذلك في صلاة العصر. طبعا يعني التزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حاجة يعني حاجة فعلا صورة رائعة تفوق الخيال. وكان طبعا يعني الصحابة كانوا مثالا في تطبيق الأمر، إذا أمر النبي بشيء ما شاء الله دائما يرفع شعار سمعنا وأطعنا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده تعالوا نشوف صور مشرقة وجميلة جدا جدا في السماء والطاعة، وده اللي احنا بناخده بقى من سبب النزول. سبب النزول النبي صلى الله عليه وسلم كان متجه إلى بيت المقدس، ربنا أمره أن يتجه إلى الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ذلك، فجاء الأمر من المولى عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجه نحو الكعبة. فبمجرد ما الصحابي اللي صلى خلف النبي راح قال للصحابة التانيين أنا أشهد أن النبي توجه نحو الكعبة، هم كانوا ركوع في الصلاة، كان ممكن يقولوا إيه طب خلاص طالما توجه نحو الكعبة نخليها، هم كانوا في العصر نخليها من المغرب أبدا في التو اللحظة، طب نخليها في الركعة التانية أبدا وهم ركوع. واتجهوا صورة في قمة الروعة، واتجهوا وهم ركوع من بيت المقدس إلى الكعبة التزاما بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحافظ ابن كثير فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. تذكر كتب الحديث كما جاء في يعني في حديث أن أبا بكر كان ينفق على رجل من أقرباء اسم مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة كانت أمه بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لما حصلت حادثة الإفك تكلم مصطح ابن أثاثة في عرض أمنا عائشة، فطبعا أبو بكر وده طبعا حقه يعني أبو بكر الصديق لما علم أن مصطح تكلم في حق أمنا عائشة ما كان منه إلا أن أقسم أنه لا ينفق أبدا على مصطح، مش ممكن أبدا. فلما نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي يعني ما يحلفش ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، شبه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فتلاها النبي على أبي بكر فقال أبو بكر والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة إلى مصطح مرة أخرى. فاصل قصير حبيب قلبي ونرجع لكم مرة تانية، صلى على حبيبك. لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون